أهني كل المصريين النهاردة أول شهر شعبان، فاضل شهر واحد بس على بداية الشهر الكريم، شهر رمضان الكريم. كل سنة وإنتوا طيبين وبألف خير، وكل سنة وإنتي طيبة وبخير يا سوسي يا جميلة، وحشتيني حبيبتي. وانتي كمان عشاني جدا جدا جدا، ويوم جميل ان انا النهارده معاكي. وكل سنه وانتي طيبه، وكل سنه وكل المشاهدين طيبين، وكل المصريين طيبين وبالف خير. ويا رب كده نستغل شهر شعبان ونحاول نعمل تدريبات لنفسنا على الصيام عشان ما نتفاجئش فجاه. ممكن نبقى نصوم مثلا اثنين وخميس. صح صح. لا هو كانه عارفه تسخين. ايوه، ما هو عشان ما تبقيش ايه اللي هو من اول شهر رمضان انا تعبان. لو بدانا من دلوقتي نصوم اثنين وخميس ندخل على رمضان مرتاحين من الاول خالص، لان احنا بيبقى على اخر شهر رمضان خالص بنبقى كويسين وما عندناش اي مشاكل مع الصيام. فنبتديها بدري شويه، وان شاء الله يا رب كده اللهم بلغنا رمضان ويبقى شهر سعاده وخير وهنا على كل مصر وكل الدول الاسلاميه يا رب باذن الله. يا رب يا حبيبتي. عموما طبعا شهر رمضان ده اهم او من اهم الحاجات فيه هي السباق الدرامي. يعني احنا زي ما احنا عارفين دايما دايما بيكون الشهر الكريم ده عبارة عن سباق رمضاني لكل المسلسلات. الشهر اللي بيطل علينا فيه نجوم كبيرة جدا، فنانين شباب، اعمال فنية متميزة جدا جدا. السنة دي زي كل سنة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هتشارك بعرض حوالي 16 مسلسل وعمل درامي خلال موسم مسلسلات رمضان 2023. أعمال دي الحقيقة كلها متنوعة، بتتراوح ما بين الكوميديا والدراما وكمان الأعمال الوطنية. ومن أبرز الأعمال دي مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان وزينة، ده غير كمان مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، واللي بيجسد أحداث فترة حقيقة مهمة جدا، وهي فترة وجود الإمام الشافعي في مصر وفترة كمان النزاعات الشديدة على الولاية. من الحاجات بقى المسلسلات اللي أنا متشوقة جدا أن أنا أشوفها مسلسل للنجمة منى زكي اللي هتطل علينا بمسلسل جديد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان تحت الوصاية. وده غير كمان يا سالي النجم أحمد أمين اللي هيقدم لنا مسلسل السفارة. كمان النجم أحمد أمين اللي فاجئنا السنة اللي فاتت بالمسلسل الرائع، أنا كان اسمه إيه؟ أنا عندي ذاكرة السمكة. هو عمل دور فظيع، كان المسلسل حلو جدا 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 جدا، للأسف مش فاكرة دلوقتي، بس هو فعلا واختلف تماما وكان بعيد عن الكوميديا، فكنا فعلا اتفاجئنا كلنا في شهر رمضان اللي فات. كان جزيرة غمام. كان رائع، كان حلو جدا، ودور احمد امين كان حلو جدا جدا. كمان هنشوف مسلسل عمله نادره لبطوله نيلي كريم، ومسلسل الف حمد لله على السلامه بطوله يسرى. والحقيقه السنه دي زي ما سمعتوا انه كميه نجوم فظيعه في كل المسلسلات، اعمال فنيه مميزه جدا بتناقش قضايا مختلفه للمراه، زي مسلسل مثلا مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، وده بيعكس بشكل ساخر واقع الحياة الزوجية والخلافات المعتادة بين الزوجين ولكن بشكل عصري وجذاب. ده أنا عايز أشوف. كمان عندنا الفنانة والمطربة روبي بتقدم لنا قصة سيدة تم تعيينها عمدة عشان تحافظ على ورث العمودية للعائلة، لكنها بتواجه العديد من المشاكل من خلال مسلسل حضرة العمدة. ده طبعا روبي ده ممكن تعمل فيه دور فظيع. أكيد، ده حاجة أكيد. أصلا القصة غريبة. لا وهي روبي الحقيقة فنانة، تحسيها فنانة شاملة. يعني كوميديا أوكي، استعراض أوكي، دلع تلاقي، دراما تلاقي، يعني الحقيقة فنانة فعلا شاملة. شاملة يعني. شاملة يعني، وموهوبة جدا جدا. كمان مستنيين إن احنا كلنا نتجمع بقى قدام الشاشة في رمضان ونشوف أعمال فنية مميزة وبتقدم رسالة وهدف زي ما تعودنا السنوات الأخيرة من مسلسلات الشركة المتحدة.